اعطيني وثيقة رقم 6 أستاذ حسن. نعم. شوف جدول الإطعام الأسبوعي. شوف هذه اللي شركة خلاصة الإبداع وثيقة رقم 6. شوف كل يوم السجين لازم إيش يأكل حتى أناقشك عليها. هذه الوثيقة إذا تشوفها رقم 6 إذا يمك لو أقرأ لك إياها. والله أقرأها. شوف مشاهدينا الكرام هاي الوثيقة أمامكم. السجين يوم السبت قشطة ويا عسل سياحي زائد شوربة زائد مياه معدنية 1 لتر شاي زائد صمون كهرباء عدد 2. الأحد يتريق جبن مثلثات 3 قطع هذا بموجب العقد اللي وقعته وزارة العدل مع الإخلاص. حليب مجفف شوربة مياه معدنية 1 لتر شاي صمون كهربائي. النوب هسه هذا يوم الخميس أو الجمعة بيض شوربة مياه. الخميس عسل جيمر عسل شوربة جبن شوربة مياه معدنية زائد 1 لتر هذا الريوق. سمعوا الغداء يوم السبت تمن أبيض وعليه شعرية وعليه كشمش مرقة فاصولية لحم مياه معدنية 1/2 لتر شاي صمون حجري. الأحد يتغدون رز أصفر شعرية وعليها كشمش مرق دجاج مشروبات غازية مياه معدنية. هسه ذني أقرأ لكم قسم زين. نجي للعشاء يوم السبت قطعة دجاج كنتاكي أم داني ما أصير السجين مايونيز سياحي زين. أنا أعرف المايونيز بس سياحي شنو هذا اللي سفري مايونيز سياحي مشروبات غازية مياه معدنية 1/2 لتر شاي صمون. العشاء يوم الأحد همبرجر وحدة مقلي فنجر اسمع يا أبو الفنجر معكرونة كباب سياحي عصير قطعة كيك مياه معدنية 1/2 لتر. خل أخذ لكم الجمعة كباب مقلي 2 شيش صاص سياحي خضروات طرية رشاد وكرفس وكراث بمشروبات غازية مياه معدنية شاي. هذا بس دقيقة ارجع لعمر اخوان. هذا العقد هذا وثيقة الدولة. هاي السجناء لازم يأكلون بموجب العقد. انا ارد اسأل الحكومة احنا ليش ما تعاملتوا ويانا سجناء وتطولنا مثل هذا؟ هسه العاطلين عن العمل المحاضرين المجانيين الناس الفقراء ذولا هم حسبونا على كل واحد 11 دينار مثل السجين. اذا هو ومرته وعده 3 وليدات تطلع له 55 دينار باليوم ب30 يوم تطلع له 1.5 مليون. هسه لا تعاملتوا ويانا سجناء لا تعاملتوا ويانا شعب بس سويتوها 11 ألف حتى تقعدون تبوقون بيها. هسه بعد اشتردون هاي للوثائق لا مال حسن جمعة ولا مال نجم الربيعي 11 ألف دينار. ليش احنا ماخذين بالحصة 11 ألف دينار؟ مو احسن من الحصة يا وزير التجارة يا رئيس الوزراء يا وزير العدل؟ رب انت تسمع رب انت تسمع؟ اكو دولة تبوق اهلها بهذا الشكل؟ خلينا اسمع منك تعليق استاذ حسن. هاي وثيقة انا عرضتها لاحد يقول لي منين؟ وثائقهم هاي وثائق الدولة مو؟ وثائق الدولة. كمل استاذ حسن. إيه؟ زين ما تطونا هايكم ما توكلونا هاي الناس الفقرة اللي تدور بالانقاض الان تسووا لها منيو يا دولة الرئيس يا وزيرهم للبيت يا حقوق الانسان دول اللي يروحون للزبالة يم جسر التاجي ما تسووا لهم منيو مال سجناء ما تسووا لهم منيو مال ارهابيين ما تسووا لهم منيو مال منحرفين. اعتبرونا سجناء اعتبروهم مثل ذولا اللي كتلة وقطعوا رقاب الناس. ليش الذولا سويتوا لهم منيو بهذا الشكل والعراقيين كاتلهم الجوع كنتاكي بالليل ومايونيز سياحي وصمون حجري؟ معقولة معقولة تتعام معقولة اكو فكر شيطاني يسيطر على طبقة سياسية تردون تحكمون البلد بهاي الطريقة؟ انتو عبالكم ذني ينضمن؟ لا هذه فضيحة قاسية يا وزراء العدل السابقين يا مدراء الإصلاحيات.
هذا المنيو خاص الأوزان المواد الغذائية للأمراض المزمنة. شوف حتى خطية مدارين أهل السكري أهل الضغط مداريهم مدارات مصعبة يعني. حليب قليل الدسم كوب واحد، جبن قليل الدسم مطبوخ 60 غرام، بيضة واحدة مسلوقة، صمونة واحدة، وشاي. الغداء مالتهم كوبان ونصف روز رز مطبوخ، ملعقة كوب عدد اثنان زيت، كوب عدد اثنان خضروات مطبوخة مرق، زائد ملعقة كوب زيت سلطة خيار، كوب واحد لحم 60 غرام، وشاي. شايف لك شايف لك حتى راح وزير الصحة، راح السيد السوداني يزور المستشفيات، قال لهم يا ابي ايش قد تاخذون وجبات؟ قالوا ثلاث وجبات. اجى المريض قال له والله ولا وجبة. هنا كذب، هناك كذب، هي دولة كذب، دولة كذب. بس اعلام، زار السيد الوزير، زار السيد رئيس الوزراء، زار السيد، بس نكذب، بس نكذب. اخوي ابو مصطفى دولة الرئيس اودي لك ذني تشوفهن لو تطلبهن من السيد ابو هيئة الحج والعمرة، لو تطلبهن من وزارة العدل حتى تشوف المنيو اللي مسوينه للسادة السجناء وشلون الوليدات افتعلوا ذني وشلون قاعدين ديبوقون. احنا قلنا نقف مع الدولة حتى ندعم الدولة، بس احنا وقوفنا نعم وقوفنا مع الدولة وندعم الدولة بأن نهديها أخطائها ونهديها المناطق الرخوة بيها. منقم من نلبس النهاشمي، الله يخلي الرئيس الله يطول عمره. الرئيس الله يطول عمره عندما يقعد يخدم شعبه وعندما يقف أمام مسلسل الفساد. سيادة الرئيس شوف هاي الشركات ياهل واقف فراها.